يأتي نوفمبر فتتسارع إلى مخيلتنا مجمل الذكريات التي تشعرنا بالفخر والزهو والعظمة. في هذا الشهر الذي حقق فيه اليمنيون أحد أهم انتصاراتهم التي أظهرت عنفوانهم وعزتهم ورفضهم للتدخل الأجنبي في شؤونهم وسيادة أرضهم بإجلاء آخر جندي بريطاني عن أرضهم، يعتبر هذا العيد مميزاً لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، لأنه يجسد مكوناً أساسياً من مكونات تاريخهم العريق. وعندما نستعرض بشكل سريع الأهمية الاستراتيجية لمدينة عدن التي كانت مطمعاً للكثير من الدول لإرساء قواعدها على البحرين العربي والأحمر ومن ثم السيطرة على البحر الهندي والهيمنة الاقتصادية والسياسية على تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة، وعندما نتأمل في أحداث انتصار نوفمبر المتسلسلة وفرحة ما بعد النصر، نتساءل هل حافظت الأجيال اللاحقة على ما قدمه الأجداد؟ التضحيات التي قدمها أجدادنا في سبيل تحرير أرض الوطن من المحتل الغاصب ومن أجل إرساء الأمن والاستقرار لكل أبناء الوطن ولتمهيد الطريق أمام الأجيال اللاحقة في بناء المستقبل المنشود الذي دعائمه الحرية والكرامة والعزة. التضحيات التي قدمها أجدادنا في الجنوب كانت يداً بيد مع ثوار الشمال الأحرار الذين هبوا بالنصرة والتحرير بدمائهم وأموالهم في سبيل الوطن الغالي. فما هو حالنا اليوم؟ وما الدروس التي استنتجناها من تكاتفهم وتوحدهم الذي أدى إلى النصر وخروج آخر جندي بريطاني من أرض اليمن الحر؟ وليتنا نعتبر. 30 من نوفمبر يوم انتصر فيه صوت الشعب وإرادته على جبروت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. كل عام والوطن والجميع بألف خير. بمناسبة ذكرى الاستقلال 30 من نوفمبر، أعاده الله على الوطن والجميع بالخير واليمن والبركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 54 ليوم الجلاء 30 من نوفمبر. مشاهدينا الكرام، نضالات شعبنا اليمني ضد المستعمر البريطاني تواصلت منذ اللحظة الأولى لاحتلاله مدينة عدن في 19 من يناير عام 1839. تفاصيل ومواقع كفاحية كثيرة خاضها الرجال والنساء الأبطال في عدن ولحج والضالع ويافع وحضرموت. نتوقف اليوم عند أبرزها متأملين كيف واجه الأحرار أعتى إمبراطوريات العالم التي لا تغرب عنها الشمس، فانتصروا عليها وانتزعوا الحرية والاستقلال لتغرب شمس الاحتلال على تراب مدينة عدن والجنوب اليمني بعد 129 عاماً. فأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 54 ليوم 30 من نوفمبر، ورحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ حسين باهميل القيادي في الحراك الجنوبي المشارك. أهلا وسهلا بك أستاذ. حياك الله أستاذ أكرم. ونرحب أيضا بالدكتور ناصر حبتور الأكاديمي في جامعة عدن، أهلا وسهلا بك دكتور ناصر. حياك الله أستاذ أكرم. سنبدأ هذه التغطية الخاصة مشاهدينا الكرام ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحب بك من جديد أستاذ حسين. بداية أعطيك المجال لتهنئ الشعب اليمني، وما الذي تقوله في هذه المناسبة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأتقدم أولا بالتهنئة الخاصة لقيادتنا السياسية ممثلة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية
الفريق علي محسن الأحمر وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وإلى الشعب اليمني في الداخل والخارج وأينما وجدوا. وأنا ترحم على شهداء ثورة أكتوبر وسبتمبر والثلاثين من نوفمبر. وفرصة سعيدة أننا يعني للأسف الشديد أنه إحنا اليوم نتذكر هذه الذكرى ونحن في حال يعني وخارج الوطن، بينما أنه كانت هذه الثورة هي لجلاء الاستعمار وإعادة الوطن واستقراره. وللأسف يعني إحنا اليوم لماذا نحتفل؟ ليش نحتفل؟ نعم. الحقيقة دكتور ناصر، ما الذي يمكن أن يقال في هذه المناسبة ذكرى 30 من نوفمبر بعد 54 عاما على هذا اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك أستاذ أكرم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لقناة عدن الفضائية بجميع طاقمها على إتاحة هذه المساحة للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة. حقيقة نحن في ظل الظروف الراهنة في الوطن والتي تمر بالوطن، نحن في حاجة ماسة للاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية، نستذكر أمجاد دولتنا، نستذكر كيف خاض أهلنا وأجدادنا الثورة للتحرر من الاستعمار والتحرر أيضا من الأنظمة المتخلفة. نعم. كالنظام الإمامي وأنظمة السلاطين والمشيخات في الجنوب اليمن بشكل عام. فنحن اليوم حقيقة نحتاج أن نحتفل كثيرا، نستذكر هذه الذكرى المجيدة وأهدافها ومبادئها. يعني نلاحظ أن هناك احتفالات شعبية كبيرة تمر في يعني في الوطن بشكل عام. حقيقة سابقا كانت الحكومة دائما ما تنظم الاحتفالات الرسمية قبل الحرب، ولا زالت تنظم إلى الآن، نازالت تنظم رغم كل المعوائق والعثرات، وإن يعني خفت بسبب الظروف التي تمر بالحكومة، ولكن اليوم نحن نلاحظ أن الاحتفال أصبح شعبي. سابقا لا نرى اهتمام شعبي كبير بالمناسبات يعني مثل هذا، لكن اليوم هناك يعني وعي شعبي كبير، وهذا يدل على مستوى الوعي الذي وصل إليه الشعب اليمني، يدل على الاستشعار للمرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن، استشعار أنه هناك قوى تريد أن تعود بنا إلى الوراء 50 أو 60 عام لاستعادة سلطاتها أنظمتها. فهذا حقيقة يجعلنا نتمسك بهذه الذكرى ونحتفل باستمرار نحن وأطفالنا وأبائنا وبكل الطرق المتاحة. نعم. اليوم مشاهدينا الكرام حلقة شبوانية بامتياز، معي ضيفين من مدينة شبوة، وأيضا سيكون معي ضيف في اتصال هاتفي من أحد مناضلي ثورة 14 من أكتوبر و30 من نوفمبر من شبوة، أيضا سعيد جدا بتواجدكم. لكن دعني أسأل يعني شبوة، خليني أبدأ في شبوة. شبوة ما قبل 30 من نوفمبر، ما هو واقع شبوة؟ طبعا شبوة كانت تنقسم إلى مشيخات وسلطنات وكانت شبوة داخلها حكومات يعني أقطاب منها يعني قبل الاستعمار يعني قبل الاستقلال. فبالتالي في شبوة يعني زي أي محافظة أو زي أي منطقة في الجنوب سابقا، يعني إحنا كنا 22 مشيخة وسلطنة في الجنوب كاملة. في شبوة كان الواحدي يعني يحكم أكثر جزء كبير من منطقة شبوة اللي هي الآن تمثل 8 مديريات، وكانت هذه المنطقة الساحلية كاملة، المنطقة الغربية والشرقية هي تمثل سلطنة. نستطيع أن نقول جزء من شبوة وأبين أيضا؟ لا ما فيش من أبين، لا في أي شبوة في عندك العوالق كانت مشيختين يعني كانت الدولة في نصاب، وكانت يعني مشيخة العوالق في الصعيد، وكانت أيضا اللي هي الشريف بيحان يعني دولة بيحان في بيحان يعني. فبالتالي كانت هذه 4 يعني مشيخات وسلطنة الواحدة كانت في شبوة، ويعني جاء الاستقلال وتوحدت هذه كلها وصارت في محافظة الرابعة، أول سموها كانت مرقمة المحافظات على أساس
ما في حد بدون تسميه محافظه بدون تسميه محافظه كذا بدون يعني جات التسميات هذه في الثمانينات فقط يعني شبوه. ولكن يعني كان الاستعمار مع انه كانت السلطنات كان الاستعمار ما يولي هذه السلطنات هذاك الاهتمام الكبير يعني عرفت وكان يعني متجاهل لانه كان كل تركيز الاستعمار على عدن والميناء وكانت عدن هي المستعمره وهذه كانت يعني المحميات الشرقيه والغربيه اللي كانت عباره عن محميات يعني يمارس فيها فقط يعني النفوذ الخارج في هذه الجزئيه جزئيه النفوذ يعني مدى تاثر المناطق التي خارج اطار مدينه عدن ومحافظه عدن او خارج اطار الاطار الجغرافي للاستعمار البريطاني مدى تاثرها بالاستعمار نفسه مدى تاثر ايضا السكان طبيعه الحياه بشكل عام حقيقه هناك انفصال يعني تام او يعني بشكل كبير ما بين مستعمره عدن وبقيه المستعمرات وبقيه السلطنات والمشيخات في محافظه او في الجنوب بشكل عام ليس فقط بالنسبه لشبوه هي حتى اهتمام بريطانيا بهذه السلطنات والمشيخات اتى متاخر لم يكن في المرحله المبكره من الاستعمار البريطاني وكان فقط يوجد تنسيق بين الاستعمار البريطاني وحكومته في عدن مع السلاطين والمشايخ في هذه المستعمرات لا يوجد تأثير كبير على السكان لا يوجد تواصل ما بين المؤسسات البريطانية الموجودة في عدن والمواطنين في السلطنات والمشيخات في الجنوب كما ذكر الشيخ حسين فعلا كانت الشبوه والجنوب بشكل عام ينقسم إلى سلطنات ومشيخات تدار هذه السلطنات والمشيخات بالعرف القبلي لا تدار لا يوجد دستور لا يوجد قانون ينظم يعني حياة تلك كانت هذه السلطنات يعني كان لها أعلام ولها برضو قدرات عسكرية لكنها لم يكن لديها دستور لم يكن لديها أي قانون حضرموت كان في قعيطي كانت عندها يعني كانت لتمثل الدولة نموذج الدولة كانت في حضرموت يعني زي ما تقول إنها كانت ممكن تكون دولة عندها يعني مقومات وكانت تدار بشبه المناطق الأخرى كانت يعني تدار زي ما تفضل الدكتور بشكل قبلي لكنها كانت عندها حدود كل سلطنة لها حدود ولها علم ولها يعني أمنها ولها حتى يعني بعض الجوازات وبعض الإيش نستطيع أن نقول شبه دولة لا دولة دولة هي سلطنة تعتبر دولة يعني في بعض السلطنات تمثل زي ما الواحد عندنا يعني الآن لو لا يعني تمثل عندها تقريبا أكثر من 300 كيلو على البحر من أحور إلى بروم يعني مقدرات دولة كمساحة جغرافية مساحة يعني مساحة وكان المستعمر كان ما أعطاها الاهتمام لأنه كان مش مركز على إخراج الثروات ولا مركز على التنمية في هذه المناطق في هذه النقطة تحديدا دكتور ناصر يعني التركيز الاستعمار تحديدا كان على عدن فقط بينما تجاهل بقية المناطق كما تحدث الأستاذ حسين ما هي معايير المستعمر البريطاني في انتقاء واختيار المدينة التي تناسبه مثلا طبعا كان الهدف من الاحتلال البريطاني هو عدن يعني عدن هي الطريق التجاري بين بريطانيا والهند هي المستعمرة الرئيسية كانت الهند وعدن على الطريق التجاري فكان لابد من وجود بريطانيا في هذا الركن الهام من الجزيرة العربية في هذا الموقع الهام قبل أن طبعا قبل دخول بريطانيا كانت محاولات فرنسية لبرتغاليا وهولندية وكثير من القوى الاستعمارية حاولت أن تدخل في اليمن في السواحل بالذات ولكنها فشلت نتيجة المقاومة الشديدة من اليمنيين فأتت بريطانيا واستعمرت عدن كمينة ثم يعني طورت علاقتها ببقية سلطنات الجنوب بهدف احتوائها قبل لأنه بدأت في دول أخرى تبحث عن نفوذ في هذا الموقع فبدأت في احتواء هذه السلطنات والمشيخات في نظام يعني المحميات الشرقية والمحميات الغربية لم تكن بريطانيا تهدف إلى مثل ما ذكر الشيخ حسين لم تكن تهدف إلى إصلاح تلك
السلطنات والمشيخات وتنميتها عن طريق البحث عن الثروات، عن طريق نشر التعليم. فكان هدفها فقط هو احتواء تلك الرقعة الجغرافية، حماية لي بحيث تتفرغ لعدن حماية لوجودها في عدن. نعم نعم. حماية نفسها، يعني تحمي نفسها المناطق هذه، لا يعني تحمي نفسها في عدن حتى لا تجي مقاومات وكذا. بالرغم انه كانت اكثر السلطنات، ما سقطت السلطنات ولا ذا الا بعد مواجهات. طبعا السلاطين ما كانوا كلهم يعني انهم عملاء او زي ما يفسرون، كانوا اكثرهم يعني العبد اللي خرج يعني وصار مع الثوره ومع الثوار، وكان في مصر وكان في كذا، كلهم من قبل كانت هناك يعني حركات كثيره. لكن استاذ حسين، يعني 129 عام رقم كبير، يعني ما يعادل جيلين إلى ثلاثة أجيال من اليمنيين ظلوا تحت ربقة الاستعمار البريطاني. يعني لماذا هذه الفترة الطويلة حتى أتت ثورة 14 أكتوبر، ثم خروج آخر مستعمر في 30 نوفمبر؟ أولا الاستعمار، كانت الناس ما حست بالاستعمار بالممارسة في المناطق اللي خارج عدن. عدن كانت يعني صغيرة، والاستعمار جاء حتى ما استعمر عدن كلها، يعني كان عنده باب السرب أباك من جبل حديد إلى عدن وكريتر والتواهي، كان الشيخ عثمان وهذه كلها كانت خارج، كان هو عنده هذه المناطق اللي كان حتى الشيخ عثمان ودار سعد ولحق، وهذه كانت المناطق هذه خارجة. هو مسك الميناء، ميناء عدن وحواليه، هو جاب النقطة هذه، جاب التزود البواخر حقه كل البوارج حقه والأساطير اللي موجودة تتزود في هذه النقطة زي ما تفضل الدكتور، وكان عنده هدف معين أنه يستولي على هذا المركز للطريق التجارية والطريق اللي توصل مستعمرات الشرق بالغرب كذا، وكان يعني باب المندب أيضا مع يعني هذا كله. فبالتالي المناطق الصينية ما كانوا يشعروا أن هذا استعمار، ما كان إلى فترة قريبة حست الناس أنهم مش انهم مستعمرين، هم ما عارفين يعني، ما كان يحس الواحد انه يمشي ويروح. حتى لما كان الاستعمار كان حتى الجنوب والشمال الناس تروح وتجي، كانت التداخلات كلها واحده، ما كانت الناس تشعر ان هناك الا وترك انه ما في وعي، ما في الناس ما كانت تشعر. لو الحين بعضهم حتى السلطان زي ما تفضل الدكتور كان يحط على كل قبيله شيخ ويحسهم باسم انهم مسيطرين. يعني كل واحد يعني هذه العقليات اللي لما جاء تطورت ده وتحررت، يعني قامت ثورات تحررية في مصر في كذا، بدأت الناس ينتشر الوعي، لأنه ما كان هناك وعي، وكان هناك يعني إيش فقدان لأنه الناس بعضهم يقول أنا جالس في أرضي ولا مش عندي متأثر، ما أنا متأثر، ما فيش عندي حاجة، يعني ما فيش عندي شيء. لما شعر إلا اللي يروح لعدن حتى ما يخلونه يدخل، حتى المدارس يعني أبناء المناطق المحميات ما يقدروا يدرسوا في المدارس اللي في عدن. استهداف المدارس يعني ممكن لأبناء أبناء اللي هم يعني بيروقراطية، والناس اللي كانوا في عدن يعني اللي كانوا مع الاستعمار. للأسف الشديد إن الاستعمار خلى عدن وجاب فيها من الهنود ومن الصومال، حتى لما جت فكرة عدن للعدنيين هي ما جت إنه أبناء عدن، لأنه اللي كانوا يديروا عدن كانوا من خارج، كلهم من الهند ومن الصومال ومن مناطق مختلفة. هي كان فيها تنوع سكاني يعني بما فيها، يعني كانت عدن كبقية المدن الكبيرة هو خلق على أساس يدير. حتى لما بدأت الناس تشعر قاموا أبناء عدن من الأصليين، أبناء عدن من العرب من كذا، لأنه جاب من؟ جاب العجم، جاب الناس اللي هم كانوا معه أتباعه، جابهم هم يديروا المنطقة وهم اللي يشتغلوا. طالبوا أبناء عدن بأن هذه عدن تكون يعني أبناء عدن هم اللي يديروا هذه المرافق وهذه الكذا. وبعدين حتى كل لما تجي المطالبات هذه وجاء الوعي، جت الوعي، وبعدين الناس بدأت يعني تتنقل من مصر إلى كذا الفكر. سأعود لك بهذه النقطة تحديدا أستاذ حسين باهميل، لكن سينضم إلي الآن مشاهدينا الكرام الشيخ محمد صالح لبتر العتيقي، أحد قيادي جبهة التحرير وأحد مناضلي سبتمبر وأكتوبر وأيضا نوفمبر، ومن أوائل المعتقلين في مديرية دار سعد. أهلا وسهلا بك شيخ محمد، أنت معي على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام.
شيخ محمد أنت معنا على الهواء مباشرة. نتحدث اليوم عن ذكرى 30 نوفمبر، هذا اليوم الذي خرج فيه آخر مستعمر بريطاني من بلادنا. ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذه الذكرى؟ ألو. نعم أنت معنا، كنت أسألتك أستاذ محمد عن ذكرى 30 نوفمبر، كيف عشتم هذه الأيام ما قبل ذكرى 30 نوفمبر؟ طيب، نشكر قناة عدن الفضائية على اهتمامهم بالمناضلين، صوت 14 أكتوبر و 30 نوفمبر. كما نشكر الأخ فارس عبد العزيز ومنصور الفقية على اهتمامهم. نعم اسمعني، يعني لو تقصر على صوت التلفزيون هذا الصوت. ونهني يعني شعبنا في الشمال والجنوب. نعم. هلو. نعم نعم، كنت سأسألك يعني ما هي ذكرياتك ما قبل يوم 30 نوفمبر، ما قبل أيضا ثورة 14 من أكتوبر، بمرور 54 عام على آخر جندي، على يعني آخر خروج جندي بريطاني من عدن. نعم. نعم، كيف كنت ما قبل خروج آخر جندي بريطاني من عدن؟ كيف كانت الواقع عدن ما قبل خروج آخر جندي وفي ظل الاستعمار البريطاني؟ في ظل الاستعمار البريطاني، وكما يعني نذكر يعني مصر الغروبة والزعيم الخالد جمال عبد الناصر بمدنا بالسلاح والمال والرجال. لقد حضر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر إلى تعز وخطب خطبة المسحورة وقال على بريطانيا أن ترفع عصاتها وترحل من الجنوب. وقد فك القيادة في تعز في حوض الإسراف من القيادة من المصريون، وأمر بتدريبنا ومدنا بالرجال والسلاح، وأنا أحد الذين تدربوا على السلاح في تعز. نعم. ونزلت إلى عدن وشكلت فرقة، أنا وحسين عبدو عبد الله المناضل، حسين عبدو عبد الله والشيخ أبو بكر بن محسن السليماني وسالم يسلم الهارس وعلي سالم الجانحي العتيقي وعلي علي الباراسي وآخرون. وقد يعني قمنا بأعمال يعني فدائية ضد القوات البريطانية، وفي ثلاثة وقد قاموا المواطنين في عدن مساندة الثوار وفتحوا لنا منازلهم وساندونا وكانوا يدلونا على الإنجليز، وكنا بأعمال يعني ناجحة ضد الإنجليز. وقد داهمونا القوات البريطانية منزلي في دار سعد واعتقالوني أنا ومهدي صالح بن حيدرة وعلي محمد البيحاني وأحمد مساعد الخليفي، وحولونا إلى رأس مربط، وتعذبت لمدة يعني شهر في رأس مربط، ثم حولوني إلى سجن المنصورة مع شغل سياسي، والتقيت بالمناضلين يعني كبار المناضلين وعلى رأسهم أبو بكر شفيق اللي كان أول محافظ محافظة عدن، والشهيد محمد صالح أولغي ونور الدين قاسم وآخرون. وبعدها أفرقوا عني، جلست يعني سنة ونص يعني معتقل في سجن المنصورة، وأفرقوا عني وخرجت من السجن إلى فرقة النجدة جبهة التحرير، وأخذني هو سالم يسلم الهارس والشيخ عبد الله سالم الحميري، وأخذونا إلى تعز وإيامة القيادة المصرية في تعز، وعمروني بالذهاب إلى منظمة العوالق وحبوة. وخرجت وشكلت يعني مجموعة يعني من العوالق والواحدة، وذهبنا إلى تعز وأعطونا سلاح المصريين، أعطونا سلاح وخرجنا إلى حبوة واستغلونا بالأساس. يا مكة سير سير بعد جبهة التحرير، لأن منطقة العوالق والواحدة استغلت في جبهة التحرير، وبعدين عدنا إلى عدن، وبعدين صارت الحرب الأهلية في عدن، واشتركنا مع أخواننا الجبهة القومية
وسند من يعني زملائنا أكثر من 50 نفر، وعلى رأسهم بريوت ناصر عتيقي ابن الزعيم ناصر بريوت اللي كان قائد جيش عدن. نعم. وعبد الله محمد الماخل وآخرون. وبعدين توجهنا إلى ساز، يعني تركنا عدن، ظلنا سنة نكرر يعني ما نريد نشتكي، يعني نشتبك مع زملائنا، ما نريد نشتبك مع زملائنا من الجبهة القومية، لأن كان قصدنا يعني خروج الإنجليز، ما كان قصدنا أي شيء. فاتصل بنا حسين العمري وحنا في تعز، وقال يا جبهة التحرير صنعاء محاصرة الآن، نريدكم تساعدونا. ورحنا مجامع كبيرة، مرد شان بالليل والراجع الموجة ومحمود ناصر الداري ومن الصبيحة يعني بغيات علي بن علي الشكري وخالد صالح الطيار وبقيت مليب ومجموعة كبيرة من الصبيحة ومن عزيزة بغيات الصيحة قمت هي العزيزة. نعم نعم. ومجموعة كبيرة من عزيزة ومن لحد ومن العوالق يعني بقيادة يعني كيف كان يسلم العارف و يعني جامع كبيرة من العوالق. نعم. شيخ محمد العتيقي أحد مناضلي الثورات اليمنية الخالدة إلى صنعاء، لقرية صنعاء. نعم نعم. في إشكالية بسيطة في الصوت، لكن بعمومية اتضحت الصورة. شيخ محمد العتيقي أحد مناضلي الثورات اليمنية الخالدة، سبتمبر وأكتوبر و30 من نوفمبر. شكرا جزيلا لك. استمعنا أستاذ حسين لما قاله الشيخ محمد العتيقي في جزئية مهمة أو جزئيتين إن صح التعبير، هي واحدية النضال ما بين الشمال والجنوب، وأيضا دور مصر العروبة في إسناد ودعم الثورات اليمنية سواء سبتمبر أو أكتوبر. أيضا تحدث عن وأكد في سياق حديثه على دور تعز، كانوا يتدربون في تعز ومن ثم يعودون إلى عدن للقيام بعمليات فدائية. نعم طبعا، هو تكلم انه واحدية الثورة، كثير من الناس يعني اليوم بينكر ان الثورة كانت ثورة واحدة. طبعا لولا سبتمبر لما قامت اكتوبر اساسا، ولو ما كانت عدن تحتضن الثوار في السابق ما قامت يعني ثورة سبتمبر. فبالتالي كانت هناك يعني هدف واحد لكل الثوار، هو يعني زي ما قلت لك في السابق انه الناس كانت عندما شعرت الناس انها في حالة استعمار وانها يعني تعاني، عندما طالبت كانت المطالب تبدأ بمطالب شعبية، مطالب يعني بسيطة. وبعدين يشعر الانسان انه يعني مكبل، انه انت يعني الان. فبالتالي الناس يعني دليل على انه واحدية الثورة، وهو قال لك انه احنا كنا احنا خرجنا من عدن حقنا للدماء. عندما قامت الحرب الاهليه بين الاخوان الاشقاء في جبهه التحرير والقوميه وكذا، احنا انسحبنا حقنا. ليش؟ اننا لا نصدم مع اخواننا، كان هدفنا بس رحيل الاستعمار وانتهى، ما كان هدفنا سلطه. بعدين قال متسلقون، احنا مشكلتنا في المتسلقون. سنعود لما بعد الثوره، لكن نتحدث الان عن جزئيه يعني ثاني شيء. وقال لك انه عندما حاصرت صنعاء أنه الناس كلهم توجهوا من تعز إلى وين؟ إلى فك الحصار عن صنعاء، عندما جاء العمري عندهم كذا. أنه أيضا يعني صنعاء كانت محاصرة، كل الناس كل المناطق شاركت، الجنوبي والشمالي والشرقي والغربي، يعني كل مناطق اليمن شاركت في هذه الثورة. يعني ما يقدرش يقول واحد أنه وحدية الثورة هذه يعني مخصصة ثورة سبتمبر للشمال أو مخصصة ثورة أكتوبر للجنوب، أو أن 30 نوفمبر تحرير عدن كان فقط أنها الأبناء الجنوب. تحرير عدن بالنسبة لليمنيين بشكل عام كانت هدف رحيل الاستعمار، والهدف كان أنه يعيش أبناء اليمن في يعني أمان وفي حرية. يعني إحنا عندنا أن الحرية هي الأساس، والمواطنة يشعر الإنسان أنه مواطن له حقوق. زي ما قلت لك في السابق أن عدن كان يجي الواحد من محميات ما له أي حاجة، يقول لك روح انت، ما يعني هذه كانت جزء يعني ايش كان ما يعيش فيها الا يعني ابناء اللي جابوهم من برا، جابوهم من الهند وجابوهم من
الصومال في هذه الجزئية كنت أعقب عليك أول، يعني بطبيعة الحال المدن عندما تكون اقتصادها وتعيش في بحبوحة ورغد من العيش كما كانت عدن، يعني كانت مدينة اقتصادية كما تحدثت أنت، فبطبيعة الحال تكون مهوى لأفئدة وتستقبل الكثير من الجنسيات سواء الهندية الصومالية حتى العربية بشكل عام، كانت تأتي إلى عدن طلب رزق. أنا ما أتكلم من ناحية يعني من ناحية يعني حتى إنسانيا، يعني عرفت، ما أتكلم من هذا، أتكلم أنهم جابوا قوة يعني هي من نفس فصيلة الاستعمار، جابوهم كجيش وجابوهم كيعني إدارات لا ينتمون للأرض، لا ينتمون للأرض، ما جابوا ناس منتمين. أما عندما يجي الواحد يصير مواطن يعني أهلا وسهلا، يصبح جزء من النسيج الاجتماعي، من النسيج الاجتماعي يصبح مواطن، حتى بقامة الثورة أصبحوا هؤلاء مواطنين يعني بدون شك. لك أنا أتكلم كمرحلة، الاستعمار جاب الناس هذولا بعدم ثقة في أبناء المنطقة، لأنه الولاء هو شاك في ولاء الناس اللي موجودين، وبالتالي جاب الناس موالين له. وهذه اللي هي طريقة الاستعمار، حتى لما راح للمحميات أنه يخاف أنه يغزى أو تجي هذه المناطق ويقوله لا عدن، وبالتالي هو يعني يضمن، يعني صارت معاهدات بينه وبين السلاطين أنه أنا أنتوا توالوني وأنا بحميكم وبعطيكم بعض المساعدات وبعض الأشياء اللي هي لا تذكر. يعني ما في تنمية زي ما تفضل الدكتور، لا مدارس لا مستشفيات لا طرق، كان في الطريق حقته بس، حتى الاسفلت حاطه في مناطق لما يوصل حيث ما يوصل مصلحته هو فقط، يعني يوصل أبين ولا لحق ولا كذا، وكان في الطرق هذه مش موجودة إلا لما جاءت الثورة. ما بعد الثورة، سنأتي لما بعد الثورة، لكن أعود إلى جزئية، أعود لك دكتور ناصر إلى جزئية تأثر، يعني ما أثر سبتمبر في ثورة 14 من أكتوبر، وأثرها أيضا في الوصول إلى خروج آخر جندي من الاستعمار البريطاني في 30 من نوفمبر. أول دعني أحيي المناضل محمد العتيقي أحد رموز الثورة، نحيي هؤلاء الرجال الذين بذلوا الغالي والرخيص للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. السياق التاريخي، قبل السياق التاريخي أنا أريد أن أضيف إلى ما ذكره الشيخ حسين حول الثورة، ثورة 14 أكتوبر. ثورة 14 أكتوبر لم تكن هي الأولى في الجنوب، صحيح أنه كانت في محاولات سابقة، نعم كانت في ثورة رفيز العوالق في شبوة، كانت ثورة الكثيري أيضا في حضرموت، كانت هناك محاولات، صحيح أنه كانت في الفترة الأخيرة في القرن التاسع عشر أو القرن في بداية القرن العشرين بدأت الثورات في ضد المستعمر البريطاني، لأنه المستعمر البريطاني لم يبدأ في التوسع في المحميات أو في المناطق المحيطة بعدن إلا في تلك الفترة. فعندما بدأ بالتوسع بدأ بعقد اتفاقيات مع السلطنات والمشيخات، وأيضا بدأ في تشكيل المحميات الغربية والمحميات الشرقية، بدأت الناس تستشعر أن هناك مستعمر أجنبي، وبدأت الثورات، وكانت ثورة 14 أكتوبر في ردفان هي تتويج لهذه المسيرة النضالية. العوائق اللي كانت أمام الثورات السابقة، طبعا هي ثورات شعبية تنطلق، يعني مثلا ثورة العوالق قامت بها قبيلة ربيز ودعمت من قبائل العوالق وبقية شبهها، كانت ثورة يعني ليست مخططة، ف يعني من الطبيعي أن تصل إلى مرحلة وتفشل. أيضا كان المستعمر البريطاني يعني ضرب الثوار في الجبال بالطيران تحدثت عن جزئية أنه كان يعقد معاهدة، المستعمر البريطاني يعقد معاهدات مع سلاطين المحميات. يأتي السؤال هنا، مدى وعي هؤلاء السلاطين بما يقوم به المستعمر، وهل هناك نوعا ما تواطؤ مع بعض السلاطين؟ طبعا هناك يعني بعض الطروحات هي فيها شيء من الظلم للسلاطين، السلاطين أيضا كان لهم مساهمة في النضال الوطني ضد بريطانيا، كانوا يدعموا الثوار للتحرر من النظام البريطاني. أتى الاختلاف مع السلاطين في موضوع الاتحاد الجنوب العربي، يعني الثوار اللي هو ثوار 14 أكتوبر أرادوا أن يقضوا على النظام المسمى، يسمونه النظام الإنجلو سلاطيني اللي هو الاتحاد الجنوب العربي، وإقامة جمهورية واحدة في 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 الجنوب. هنا بدأ الخلاف ما بين السلطنات والمشيخات أو رموز السلاطين والمشايخ مع الثوار، ثوار 14 أكتوبر. لكن سابقا كانوا الثوار يعني يدعمون من قبل وبعض، أنا لا أتذكر أسماء، لكن بعض السلاطين بالاسم يعني كان
كانوا مشاركين في الثورة ودخلوا في عداء مع بريطانيا. فيما يتعلق بواحدية الثورة اليمنية، طبعا السياق التاريخي معروف يعني للجميع، يعني معروف انه عدن احتضنت ثوار سبتمبر، تعز وصنعاء احتضنت ثوار اكتوبر، فكانت ثورة شعبية عامة، لم تكن هذه التفرقة الموجودة اليوم مفهومة ولا معتبرة من قبل تلك الأجيال التي ناضلت من أجل التحرير والاستقلال، التحرر من النظام الإمامي وأيضا الاستقلال عن الاستعمار البريطاني. فكانت هذه الثورة لا توجد حدود حقيقية حتى بين الشمال والجنوب، القبائل لا تعرف هذه الحدود، كانت اتفاقية ما بين الإمام وبريطانيا على تلك الحدود، ولكن الشعب عايش يعني منطلق يعني ما بين الشمال والجنوب، فالثورة واحدة والمصير واحد، وأثبتت لنا الفترة الحالية أننا يعني لا نستطيع أن يعني أن نتحرر من أي نظام استبدادي أو قوة استعمارية جديدة أو قديمة إلا من خلال توحدنا يعني في اليمن بشكل عام. نأتي إلى ما بعد ثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر، كيف كان وضع عدن والجنوب اليمني بشكل عام في تلك الحقبة؟ طبعا الجنوب بدأ يعني شوف الوحدة بدأت أنه كيف توحدت 22 سلطنة، كان 22 دولة تقريبا ووحدوها خلال يعني بثلاثين نوفمبر كلها سقطت هذه وصارت كلها تحت مسمى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. هنا يأتي سؤال مهم، يعني هل سلم السلاطين ملكهم بكل بساطة؟ لا طبعا في نضال، دايما قاعد تفضل المناضل الشيخ محمد انه يشوف هي الخلفية، عندما قامت ثورة سبتمبر كان المصريين في اليمن في الشمال في تعز كذا يدعمون، وكانوا الثوار يعني ممتد الخط، كانت الخلفية معك، لأنه عندما كانت الثورات القديمة تقوم وكل الحركات اللي تقوم في السابق ما كان لديها خلفية، كانت تناضل محليا وتحتويها وتخليها محلها وتحاصرها حتى تمنع عنها كل شيء، ويبقى أنك أنت تجلس في المكان هذا حتى تنتهي ثورتك. ولكن عندما ما قام الثلاثين نوفمبر إلا بعد ما قلت خلاص انهارت هذه، في إسناد إقليمي يعني وإسناد محلي، وأيضا زي ما تفضل الدكتور أن السلاطين كانوا كثير من السلاطين تحركوا لأنهم كانوا هم عندهم انتماء للبلد. صحيح أنه كل واحد يبغى يكون عنده مركز اجتماعي ومركز ذا، لكنهم كانوا محافظين على الوطن. بالعكس كثير من السلاطين راحوا، عندنا احنا في الجنوب بريطانيا تآمرت على سكرتير سلطنة الواحد وفجرت مطايرة وفيها يعني كم من ذا، عرفت ليش؟ لأن تقول لك هذا الشخص ممكن يتحول فجأة، الناس اللي يكون العبدلي أيضا كان قدم تضحية وخرج إلى الشمال وخرج إلى مصر، والعبدلي السلطنة هي اللي كانت تدير عدن، يعني هي من أهم، لأنه كانت هذه السلاطين طبعا ما كانوا هذول الناس لأنهم كانوا وطنيين، يعني كان هو يحس يشعر بنفسه، صحيح عندهم النزعة وعندهم الكذا، وكان الاستعمار يمنيهم يعني عرفت لا إنه بتقول لكم كذا. والآن يعني النغمة الجديدة اللي تيجي تقول لك زي ما يقول لك إنه إحنا كنا جنوب عربي، ولا الجنوب العربي كانت اللي هي المحميات الغربية فقط، اتحاد الجنوب العربي ما كانت داخل المحميات الشرقية، لا حضرموت ولا شبوه ولا شبوه دخلوا العوالق، والواحد اللي جاء متأخر في 66 كان يقول خلاص. لكن أنا قلت لك أنه في بعد 30 نوفمبر كلها توحدت على طول، في 67 أسقطت كل هذه وأصبحت كلها تحت إطار الجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية يعني. لكن للأسف الشديد سنأتي لما بعد تكوين الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكن دعني مشاهدينا الكرام سنخرج لنشاهد بعض التصريحات بمناسبة ذكرى 30 من نوفمبر، ومن ثم سنعود إليكم. هذه المناسبة نزف تهانينا وتبريكتنا لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 54 للاستقلال الوطني، وكذلك نهني شعبنا اليمني بهذه المناسبة الجليلة والعظيمة الذي من خلالها وصل شعبنا إلى هذا المستوى بعد 54 عام من الاستقلال الوطني.
في هذه التربة الطاهرة. معالي المحافظ، كما تعلموا ويعلم الجميع بأن القوافل والشهداء والجرحى ساهموا في هذا المنجز الوطني العظيم. ما هو الدعم الذي تقدمه محافظة لحج لأسر الشهداء وجرحى؟ والله المحافظة لحج هي أسرة من المحافظات في الجمهورية بشكل عام، وقيادة السلطة المحلية في المحافظة تعمل على قدم وساق في مسألة كيف توصيل الخدمات والدعم اللامحدود في الترقيات والرتب ورفع الراتب، وكذلك تم صرف بقع أرض لكل الشهداء الذين سقطوا من أبناء هذا المحافظة منذ الاستقلال الوطني إلى يومنا هذا. نهني قيادتنا السياسية ممثلة بالفخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذه الذكرى العظيمة على قلوبنا، الذكرى 54 للاستقلال، وهي ذكرى عظيمة. تم جلاء آخر جندي بريطاني من الجنوب، وكما نهني شعبنا العظيم بهذه الذكرى العظيمة على قلوبنا جميعا، والتي قدم من أجلها قوافل من الشهداء وتضحيات جسام. أولا باسمي شخصيا ونيابة عن أخواني في المجلس المحلي والمكتب التنفيذي ومواطني ووجهاء مديرية، أحب أن أبعث أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة القالية على قلوبنا وهي عيد الاستقلال الوطني إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير الرمز عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وإلى قيادة المحافظة ممثلة بمعالي الأخ اللواء الركن أحمد عبد الله التركي محافظ محافظة لحج، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم. وإن هذه المناسبة وما هي إلا أتت نتاج لثمار الكفاح المسلح أثناء انطلاق ثورة 14 من أكتوبر من على قمم جبال رجفان الشماء بقيادة الشهيد البطل أول شهيد للثورة راجح بن قالب لبوزة، وما قدموه تلك الملحمة البطولية من على قمة جبل ودوي في رجفان، وتلتها اشتعلت الثورة في كافة أرجاء جنوبنا الحبيب. هذه المناسبة يعني 30 من نوفمبر وذكرى 54 لإنهاء الاحتلال الآخر جندي بريطاني من عدن، يعني في هذا اليوم نحتفل يعني ونزف تحياتنا للأخ رئيس الجمهورية يعني عبد ربه منصور هادي، وإلى الأخينا قائد التنمية محافظ المحافظة أحمد عبد الله التركي الذي حاول أن يعني الذي حاول أن يحرك المياه الراكدة في محافظة لحج ويحرك الاستثمار، واليوم نحن ننعم الحمد لله. ولكن كما قال أحد الشعراء أن لو نعلم ما هو اليوم ما تدور به البلد لما طردنا جندي بريطاني من عدن اللي ما توصل اليوم، يعني إنما نقول نستبشر الخير في القيادة السياسية مثلا بعبد ربه منصور هادي ومعين عبد الملك رئيس الوزراء في أن ينهضوا بالاقتصاد إلى المستوى الأفضل، ونتمنى حياة مزدهرة سعيدة. وشكرا. في هذا اليوم البهيج العيد نوفمبر نهني الشعب اليمني ونهني فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذه المناسبة العظيمة، كما يسرنا أن نترحم على شهدائنا الأبرار الذين كان لهم الفخر في صناعة هذا اليوم المجيد ممثلة بالرئيس الشهيد الرئيس القائد قحطان محمد الشعبي وفيصل عبد اللطيف وغيرهم من الشهداء الأبرار رحمة الله عليهم. إننا في هذا اليوم البهيج نترحم عليهم، وها نحن نعيش أفراحها في هذا اليوم بالاحتفال بأبنائنا الطلاب الخريجين الأوائل الذين حققوا مراكز متميزة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم خدمة لهذا الوطن المعطاء الذي نتمنى أن يزدهر ويتطور رغم ما يعانيه من آلام في هذا الوقت الحاضر.
طبعا نحن نحتفل بالذكرى 54 لعيد الجلاء، تلك الذكرى التي لا يمكن أن تنسى أبدا، تلك الذكرى التي سطر من خلالها أروع البطولات بذلك الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم ورووا تربة هذه المنطقة والبلد بشكل عام في سبيل إحراز ذلك الاستقلال في 30 نوفمبر وطرد آخر مستعمر بريطاني. وطبعا ونحن نحتفل بالذكرى 54 ربما كذلك نعاني في هذه الظروف أو ما يسمى بمرحلة الطوارئ، الأمر الذي عكس نفسه على مسألة الجانب المعيشي والاستقرار الخاص، ولكن طبعا نجد أن الكل يهتف بهذه الذكرى ولا يمكن أن تنسى، وسيتوارثها الأبناء أبا وسيتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل، لأنها تعتبر من أكبر الملامح البطولية التي نفتخر بها ونعتز بها. كيف لا ونحن طردنا ذلك المستعمر الذي يعتبر من كبار من أكبر المستعمرين على مستوى العالم في ذلك الوقت. تهانينا لشعبنا اليمني العظيم بعيد الاستقلال 54. طبعا 30 نوفمبر عام 1967 كان نتاج ثورة عظيمة يصفها البعض أنها ثالث ثورة في القرن العشرين بعد الثورة الفيتنامية والثورة الجزائرية. لماذا؟ لأنها اكتسبت صفة الثورة من شموليتها في أرجاء الوطن الجنوب، سواء في الريف أو في المدينة، شارك فيها العمال، شارك فيها الفلاحين، شارك فيها الرجال، شاركت فيها النساء، شارك فيها الشباب والطلاب المدارس، شاركت فيها النقابات العمالية في عدن. يعني كانت توليفة ثورية عظيمة اعترف بها الاستعمار البريطاني نفسه. هذه الثورة صحيح حدثت فيها بعض الانتكاسات على مدى 54 سنة، لكن هذه الانتكاسات ليست مسؤولة عنها الثورة، وإنما مسؤول عنها الأفراد، يتحمل مسؤولية الأفراد. لكن نحن نعتز بما قام به آبائنا وأجدادنا وقدموا في سبيل ذلك الدماء الزكية، ولا يصح ولا يجوز إطلاقا أن نعود اليوم وأن نلعن ما قام به آبائنا وأجدادنا من أجل مستقبل أحسن. صحيح نمر بظروف قاسية الآن، لكن المستقبل واعد بفضل شعبنا اليمني العظيم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود لك أستاذ حسين، كنا قد تحدثنا خلف الهواء عن واقع مدينة عدن في تلك الفترة. يبقى السؤال هنا، هل كان هناك ثورة من داخل المدينة، داخل مدينة عدن، أم كانت الانتفاضة بدأت من ردفان وبقية المحافظات أو المناطق المحميات خارج إطار عدن؟ ماذا عن واقع عدن في تلك الفترة؟ طبعا كانت عدن هي المركز الثقافي زي ما تقول كل الأحرار، كل حتى يعني نقابات وعمالية، وكانت هناك صحافة وكان هناك فكر. يعني نقدر نقول الاستعمار أعطى هامش ولو بسيط يعني من الحرية. ما في شك الاستعمار طبعا أعطى حرية، وحتى شكلت حكومات، يعني حكومات بانتخابات وكذا. الاستعمار أعطى، وهذول هم استوعبوا كثير من ومشوا معه، لكن برقية يعني. وكان لكن الثورة يعني تمركزت طبعا من عدن، كلهم الأصنج بالتحرير وقيادات مكاوي وكل هذه قيادات من أبناء عدن طبعا. وكانت يعني كانوا أبناء عدن هم، وحتى كثير من الشهداء كلهم تعلموا في عدن وتربوا في عدن، وكانت عدن هي الحاضنة. حتى الثوار الأحرار في الشمال من 48 كانت، وكانت في صحف تصدر في عدن من أهل الإمامة وكذا. بريطانيا كانت تحس الناس إنه في عندها مساحة، المساحة هذه هي تعتبر إنها يعني إيش للاحتواء، لكن الناس استفادت منها ما في شك. وحتى الاتصال عندما قامت الثورة في مصر والتواصل وكذا، أيضا الاستعمار يعني كان في حاجة يجب أن يفهمها الكثير، إنه
انه الاستعمار كان حس انه بعد الحرب العالميه الثانيه بريطانيا ما عاد كانت بريطانيا العظمى اللي كان انا قامت قوى اخرى امريكا وروسيا وخفت الدور البريطاني وكانت بريطانيا حتى يعني في الاستقلال مع انه احنا ما نبغى نقلل من نيل الاستقلال والتحرر لكن كانت بريطانيا قد عندها نيه انها تخرج من مصالحها شرق السويس كانت تقول انه احنا خلاص ما عاد عندنا مصلحه لانه كان مستعمراتها خلاص كلها انتهت ما عاد عندها ما عاد لها حاجه في عدن يعني كانت كذا الهدف ولذلك كانت تبغى تشكل اتحاد الجنوب العربي وتبغى تعمل نفوذ بس يعني هي الديره وتخلق نظام زي ما تفضل الدكتور يعني خلفها يعني ايش لكن سبق للسيف العذل يعني كانت الثوره اقوى من طيب من من اهدافها في هذه الجزئيه تحديدا اعود لك الدكتور ناصر يعني ما بعد ثوره 14 من اكتوبر وما بعد 30 من نوفمبر وما بعد كما تحدث الاستاذ حسين باهميل عن محاولات بريطانيا خلق نفوذ لها في الدوله القادمه جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه كيف كان الواقع في تلك الحقبة حتى أننا رأينا أنه كان الاتجاه نحى منحى باتجاه اليسار نوعا ما وأصبحت دولة اشتراكية أكثر منها تنحو منحى جهة بريطانيا أو الغرب طبعا بلا شك يعني أي قوة استعمارية لابد أن تبقي على نفوذ ما ولكن بالظاهر يعني هناك الكثير يتحدث عن بعض النفوذ الذي زرعتها بريطانيا ولكن غير مرئي ولا نستطيع الحديث عنه يعني لكن بشكل عام بريطانيا واجهت صعوبة في إدارة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد خروجها في 30 نوفمبر كان هناك جيل شاب ثوار شباب يعني بدأوا مباشرة في إزالة كل ما يرتبط بالمستعمر البريطاني اتحاد الجنوب العربي سموه النظام الانجلوسلاطيني وأنهوه الشركات الكبيرة التي كانت متواجدة في عدن الاقتصادية أيضا أمموها هذا كله تعبير عن رفض أي تواجد أو أي نفوذ للمستعمر البريطاني وهذا أظن أنه من الأخطاء التي ارتكبت في تلك الفترة شباب يعني ثوار شباب يعني صغار في تلك الفترة لا يمتلكوا الخبرة الكافية لإدارة دولة ضحوا أو قضوا على المصالح الاقتصادية التي كانت تتمتع بها عدن في تلك الفترة شركات كانت كبيرة موجودة علاقات لمدينة عدن بالعالم الخارجي أيضا قطعوه هل هو نكاية نستطيع أن نسميه نكاية بحقبة استعمارية يعني يقطعوا أي صلة حتى لو كان هناك ضرر على عدن أو على المدن الجنوبية بشكل عام نحن ممكن نسميه حماس زايد على اللازم حماس شباب يعني كانوا يعتبروا أي يعني نحن نشاهد الآن بعض الأشياء تحدث أمامنا يعني وكأن التاريخ يكرر نفسه بنفس الحماس بالضبط باختلاف يعني المعطيات باختلاف المعطيات هذا الكلام أنه هم يعني قضوا على الفكر قضوا على المن يعني على كل العقول يعني أنت تعرف يعني الجبهة القومية كانت في أولها الرعيل الأول هم قضوا على نخب وكانت عدن اللي كانوا فيها إدارات واللي كانوا يديروا عدن يعني ناس موظفين مدنيين ما لهم علاقة بالله ممكن أنت كنت إيش تخليهم يديروا عدن كانت البنوك كانت استفادت منهم المنطقة أخرى لما خرجوا إلى المناطق تكنوقراط يعني نموا المناطق في الخليج وخرجوا كل هذه العقول خرجت وهاجرت وبالتالي هم هجروا هذا خدم يعني هذا العقول أنا أقول إنه هو مخطط يعني هم طبعا هذول الناس اللي يركبوا الموجة بريطانيا لما شافت نفسها بتخرج سلمت الجبهة القومية بينما كانت يعني إيش والجبهة القومية حتى في هناك استحقاقات على الاستعمار لازم يدفعها ما دفع شيء خرج قالوا توكل على الله يعني وبالعكس عادهم خرجوا بعد كل النخب وبعضهم قتلوهم يعني قتلوا لك واللي شالوهم في الطائر يعني احنا ما نبغى نستعرض عشان ما نقلل من قيمة ليش الثورة لكن اللي حصل كان هناك اخطاء اللي مش اخطاء كانت جرائم يعني ما كانت هناك يعني كانت جرائم بالعكس يعني اللي يقول لك انه كنا للأسف الشديد احنا حتى اليوم الأنظمة ما أعطت نموذج للحرية اللي كان دفع من أجلها اليمنيين النضال ودافعوا
لو قاموا المناظرين وجابوا هذا اللي وصلهم ما كان. وبعضهم اليوم يقول لك سلام الله على بريطانيا، ليش يترحم على بريطانيا؟ ليش؟ لأنه كثر ما شاف من إيش من الأعمال التي تحصل في هذا الجزئية تحديد. أعود لك دكتور ناصر، يعني الكثير من الشباب والنشأ وممكن يعني من جيلي أنا مثلا، لا يعني أنكم كبار في السن بس بشكل عام، يعني يتحدث ويتحسر على أيام الاستعمار البريطاني ويقول كنا عايشين في بحبوحة ورغد من العيش وتحيط بنا الخيرات، والاستعمار قدم وقدم وقدم وقدم، وجزئيا يتمنى لو كان بقى الاستعمار أو لو كانت عدن باقية تحت إطار الاستعمار والجنوب بشكل عام. هذا فهم خاطئ. يعني هناك آلة إعلامية اشتغلت على تزييف الوعي الشعبي، وأيضا الحالة الراهنة يعني في البلد أيضا دفعت الناس إلى التذمر من الدولة الوطنية والحنين إلى تلك الفترة. هؤلاء يعني لا يمتلكوا الحقيقة كاملة في كيف كانت بريطانيا تدير الجنوب. بريطانيا كانت متواجدة في عدن فقط، في المدن الرئيسية، في كريتر، في المعلة، في التوائي، وبقيت بل في أحياء في عدن، في أحياء نعم، بقيت مناطق عدن لم تكن لها تواجد، كانت عبارة عن قرى. وحتى المنصورة عندما شيدوها فقط كمباني للعمال التي يعني اشتغلوا مع بريطانيا. فكثير من يعني من الزملاء الأصدقاء أحيانا يحتفي بالصور، صور عدن الجميلة، فتقول له طيب جيب لي صورة جدك، يجيب لك صورة جده في المقطب وبدون شميز وجلده يعني على عظمي يعني هيكل عظمي. فهذا هو حالتنا كانت في الجنوب، فقر وجهل ومرض في كل الجنوب. بالتالي نستطيع أن نقول أنه كانت بريطانيا تتعامل بعنصرية، بمعنى أنه تعطي هامش معين من التعليم، من الحياة الكريمة، من كل شيء للي الساكنين في إطار عدن أو في إطار الجغرافي اللي هم فيه. هي ليست حالة عنصرية، إنما هي بريطانيا تحتاج إلى أن تشيد مدينة لها، والمن يعمل معها في الموانئ وفي إدارة يعني مدينة عدن، فشيدت يعني. يعني أنا ولو قطعتك، أنا من مدينة من المدن أو المحافظات التي أو المحميات التي حول عدن، وأتيت إلى عدن في تلك الحقبة التاريخية، هل ممكن أن تعيش وتستقر في عدن؟ كيف كان الوضع في تلك الحقبة؟ أعتقد أنه ممكن أن تعيش وتستقر في عدن، ولكن لا تحصل على كل الخدمات. ليس كل من تعليم مثلا وجد سكن عدن يستطيع أن يتعلم. يعني حتى المدارس فيما بعد الفترة الأخيرة يعني في العشر سنوات الأخيرة فقط فتحت لأبناء السلاطين والشخصيات الاجتماعية نخبوي. الكبيرة النخبة لم تفتح لكل. أيضا النظام الصحي يعني كان في مدينة عدن فقط لمن يعمل مع بريطانيا، ليس متوفر لكل، ليس متاح لكل الناس. فإذا يعني فقط نتحدث عن المنجزات التي أنجزتها الدولة الوطنية في الجنوب فهي كبيرة وعظيمة جدا، لا تقارن أبدا بمرحلة الاستعمار البريطاني. الدولة الوطنية وفرت النظام الصحي المجاني لكل أبناء الشعب، وفرت التعليم، وفرت الطرب. أنا ولدت وترعرعت في قرية موجودة فيها المدرسة، درست من أول ابتدائي في المدرسة، توجد في القرية صحي، مركز صحي كانت تسمى يعني الوحدات كانت تسمى وحدة صحية، الآن اسمها مستوصف، موجودة علاج مجاني، موجودة الطرق. فهذا يعني لن يكون متوفر لي أنا، ولن أكون معك هنا إذا كانت بريطانيا استمرت في حكم الجنوب، لأني لن أتحصل على فرصة للتعليم، ولن يعني أتحصل على فرصة للتعليم للعلاج. وكل هذه الخدمات هي من إنجازات ثورة 14 أكتوبر، من إنجازات الدولة الوطنية. هناك أخطاء كبيرة وأخطاء كارثية تحدثنا عنها سابقا، ولذلك لا يلغي يعني الإنجازات التي التي حققت في إطار الدولة الوطنية. اليوم نحن في الذكرى 54 لثورة اليوم 30 من نوفمبر. أستاذ حسين، بعد 54 عاما من هذا اليوم، كيف ترى عدن اليوم؟ كيف ترى وضع المحافظات الجنوبية بشكل عام؟ للأسف الشديد أنه إحنا قلت لك أنه نحتفل اليوم ونحن عدنا إلى مش يمكن أسوأ من الوضع اللي كنا فيه قبل يعني رحيل الاستعمار. بالعكس، وأنا قلت لك أنه اللي أخذوا الاستقلال، طبعا إحنا قضيتنا اللي نعيشها اليوم هي قضية مركبة،
احنا ما وصلنا للمرحلة هذه الا نتاج، نتاج الأنظمة متعاقبة، دورات من الصراع، ما استقرت البلد. يعني عندنا يعني دورات صراع من اول في الجنوب حتى في الشمال، ما في أنظمة اعطت نموذج. ليش يطمع اليوم الإمام انه يعود الى الشمال؟ لانه النظام اللي جاء وسيطر على الدولة ما غير فكر، جاء بنفس العقلية، وجاء عاد هو بالعكس يبغى يتسلطن هو، وهو يصير يعني ايش يورث ويعطي ابنه ويعطي ذا. فبالتالي هنا النموذج، يقول الناس صار يقول لك اذا كان انا خرجت الامام علشان اجيب العسكري هذا حق الامام ويصبح هو سلطان علي، انا احسن لي كنت الامام، كان بيتطور الامام وكان بيصير وليس يعني في الامامه اي خير. يعني انا اقول لكم ما في، لكن الناس عقليتهم الذهنيه اللي عنده انه هو يعمل مقارنه. صحيح. يقول لك اليوم انا اذا كانت التضحيات هذه كلها راحت وفي الاخير ارجع لنفس الطريقه، انت زي ما قلت اول تحت الهواء احنا الشباب وثوره الشباب ليش قامت؟ قامت لانه نتيجه ايش؟ نتيجه الظلم. الناس تبحث عن المواطنة الحريه، الناس تبغى فقط المواطنه المتساويه، والعداله لا تعني المساواه، بالتالي انه انت تبغى انت تكافؤ الفرص، انه الفرصه للكل الكل، وبعد كذا يكون الناس كلهم اللي يوصل يوصل يعني. لكن الاستعمار طبعا ما اعطى هذه الفرص، اعطاها لطبقات معينه وحكرها حكر على كلها. الشركات جات في عدن وجابت العقول معها، ما خلت الناس تستفيد، جابوا ابناء اليمن الابناء المناطق جابوهم عمال، خلوهم كواليه، خلو هذا يقول لك، حتى الناس اظهروك انت بانك انسان ما يمكن تتطور، انت حتى متخلف. الى اليوم احنا نعاني الاستعمار نفسه يسميك دول العالم الثالث، وانت فيك الدكتور وفيك نفس ولا زلت عالم ثالث، وبل عالك مش عالم ثالث، عادك يعني ورجعونا الان الى دول العالم العاشرة، مش يعني. فبالتالي احنا لا يمكن نعمل مقارنة بالاستعمار انه كان جميل او كان كذا، بالعكس. لكن اللي شوه هذا هي الانظمة، يعني الاستحواذ، استفراد رصيل معين بسلطة او تيار او طائفة او كذا، لا يمكن، الا انه لابد ان الناس كلها تشارك. هنا يعطينا انه لابد ان نتوحد جميعا، ونكون احنا كنا نتسع، نترك مساحة للجميع، البلد تتسع الجميع، وكل واحد اللي بيقدم هناك مشاريع، ما في تنافس على مشاريع، هناك قهر، كل من اخذ السلطة قهر الناس. هم بعد ما تحرروا، احنا في الجنوب تحررنا واعطينا، لما تخلصوا من هذه القوى كلها وخلصوا على الناس رجعوا بينهم البين، القومية أول جولة وخرجوا اليمين وبقي اليسار، وجاء اليسار جابوا اليسار الانتهازي، وجابوا بعدين القوة والطغبة وما أدري، يعني كل دورات من العنف. في الشمال نفس الطريقة، يعني أنت اليوم ما وجد نظام، بالعكس اليوم إحنا عندما اتفق اليمنيون وبمخرجات الحوار وجاءت الدولة اللي يعني ينشدها اليمنيين، هنا بدأت المؤامرة كلها، تكشرت الأنياب، بدأت الإمامة تخرج، بدأت القوى الراديكالية التي لها أطماع في السلطة ومثبتة تخرج عنها، وتغطوا بالأحزاب، بعضهم أخذ لك أحزاب وتيارات وسيطر عليها، وسيطر عليها ما يؤمن بالحزبية، واليوم هو إنسان قروي ما يؤمن بالحزب، يؤمن بمنطقة هي تبغى تحكم. فبالتالي هنا المشكلة، إحنا وصلنا للمرحلة هذه، اليمنيين اتفقوا وجاءت أول مرة يعقد جلسة المجلس الأمن في صنعاء، واتفق اليمنيون أنهم يعني خلاص أنه كل الأنظمة هذه اللي كانت ويتسامحون، وأنه نخرج ونبنى يمن جديد. اليمن تآمروا عليه، تآمرت عليه القوى اللي كانت مستفيدة، عندما شافوا أنفسهم بيضيعوا قالوا لا ما نبغى. لهم كانوا أول كل واحد يثور على الثاني لمصالحه، الذات للذات الذاتية، يعني عارف أنت حزب معين. وبالتالي يعني إحنا اليوم إذا لم نعد اليمنيين إذا لم يعودوا إلى التوحد ويدركوا تماما أن وحدتهم الأساس، أننا كنا لابد أن نعيش مع بعض، ما في إقصاء، لا يمكن أن يقصيني، لأنه القومية أقصد التحرير أقصد كذا، هذا أقصد. إحنا نستفيد هنا اليوم أنه اللي قاموا بالثورة كل اليمنيين كان هدفهم إخراج الاستعمار، وهم زاروا، وانت كنت اللي ثار معك وضحى معك خرجته وقصيته، ليش؟ أعود لك دكتور ناصر بسؤال أخير،
عدن في وضع بائس حاليا، المحافظات الجنوبية في وضع اقتصادي، في وضع سياسي، في وضع يعني نستطيع أن نقول شبه دولة في عدن. كيف تقيم وضع عدن حاليا ونحن في الذكرى 54 لثورة الثلاثين أو ليوم 30 نوفمبر؟ حقيقة هذا أصعب سؤال في الجلسة، رغم أننا نحن نعيش الآن في الوقت الحاضر ونكابده، لكن استطعنا نتحدث عن التاريخ ولا نستطيع أن يعني نتكلم عن الواقع. أن نتحدث عن الواقع، أنا لن أكرر ما ذكره الشيخ حسين حفاظا على الوقت، لكن حقيقة نحن في الجنوب، في المحافظة المحررة في الجنوب بالذات، نعاني مشكلة انفصام في الهوية. هذه المشكلة خلقت انفصام اجتماعي. نحن كنا 54 سنة يمنيين، الآن أصبحنا مش يمنيين. طيب أنا إيش؟ أنا جنوب عربي، غير مقنع، هذا هوية غير مقنعة للناس. إذن طالما أنا مش يمني، يتحدثوا عن اليمننة إنه إحنا جالسين، طالما هذه مشكلة، طالما أنا مش يمني أنا أبحث عن هوية أخرى، وهنا برزت الهويات الأخرى الصغيرة. أخي نحن في الجنوب، في من باب المندب إلى المهرة حوف أو حدود سلطنة عمان، لم نتوحد في دولة واحدة إطلاقا في تاريخنا إلا في إطار دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ما يسمونه اليمننة. إذن هذا اليمننة إذا تخلينا عنها فنحن نعود إلى تاريخنا السابق، سلطنات ومشيخات متشردمة. حقيقة هذا واقع نحن نعيشه الآن، يعني لا نستطيع أن نغالط أنفسنا. يعني اليوم حضرموت من الصعب أن تقبل أن تحكم من عدن أو من صنعاء. الحضرمي إذا لم يكن يمني فهو حضرمي، لن يكون في هوية أخرى. المهرة لن تقبل أن تحكم من حضرموت، سقطرة لن تبدأ تقبل تصعد، لن تقبل أن تحكم من المهرة، عدن لن تقبل أن تحكم من أبناء الريف المحيط بعدن. فغياب الهوية الوطنية خلق عندنا انفصام اجتماعي، لا نعلم ماذا نريد نحن اليوم حقيقة في الجنوب. والحل هو استعادة الوعي الشعبي، يعني في آلة إعلامية اشتغلت على تزييف الوعي، استغلت مظلومية الجنوب في عهد الوحدة، استغلت هذا المظلومية وزيفت الوعي. نحن الآن لو تحدثنا عن الشمال، الشمال فيه مشاكل كبيرة أكبر من مشاكل الجنوب، ولكنهم المواطن في الشمال يظل أنا يمني، فمهما تقاتلوا وتصارعوا وتحاربوا فالأخير سوف يحافظ على هويته، سوف أي المنتصر سوف يبقى يعني نظام يحكم اليمن. لكن نحن إذا تصارعنا لن نحكم، يعني لن نحكم هذه الرقعة الجغرافية يعني بنظام واحد، هناك هوية أخرى سوف تظهر وسوف تطالب بحقية يعني كانتونات وهي قائمة إلى الآن للأسف. يعني في أقل من نص دقيقة رسالة وكلمة أخيرة بهذه المناسبة. أنا أقول على القوى السياسية أن تدرك زي ما تفضل، أن يعني لأنه إحنا لابد أن نعيد الوعي. إحنا اليوم خرجنا كله وقامت عاصفة الحزم وقام هذا كله يعني لكي أن تكون هناك يمن اتحادي، مخرجات الحوار الوطني هي السبيل الوحيد لإيش؟ للحفاظ على الهوية اليمنية إذا كنا نريد نحافظ عليها. غير هذا الكلام معناته نحن نتفرغ إلى كنتونات. يعني دكتور ناصر، طبعا أنا سوف أوجه رسالتي للقيادة السياسية. حقيقة اليمن الآن أمانة في عنق هذه القيادة، وهي المسؤولة عن كل ما يحدث في اليمن. ينبغي أن تغير من استراتيجيتها التي تعمل عليها للحفاظ على اليمن. أيضا القوى والأحزاب السياسية ينبغي أن تخرج من عباءة لا نريد أن نستخدم مصطلحات غير يعني محترمة، ولكن ينبغي أن تقوم بدورها الوطني على الأرض، ويعني خدمة للوطن ولليمن بعيدا عن المصالح السياسية للأحزاب. أستاذ حسين باهمي القيادي في الحراك الجنوبي المشارك، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ. شكرا موصول لك أيضا الدكتور ناصر حبتور الأكاديمي في جامعة عدن. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 30 من نوفمبر، بمناسبة مرور 54 عاما على هذا اليوم. إلى اللقاء.